طيب قال ولم يتخذ ولدا. في الوالد والولد والزوجة، لأن الولد في الغالب يشبه الأب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وفي الغالب أن الأب يحتاج الولد إلى كبر، والله سبحانه وتعالى غني. إذا نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد لكمال غناه وأحديته وصمديته. نعم، وأنه لا مثل له. نعم. ولم يكن له شريك في الملك لكمال غناه سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته. نعم. وخلق كل شيء. الله خالق كل شيء. نعم. فقدره تقديرا. نعم. فقوله ما اتخذ الله من ولد لكمال غناه سبحانه وتعالى وحديته وصمديته. نعم. وما كان معه من إله لكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. ثم هذه الآية فيها دليل عقلي ودليل نقلي. العقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لا يمكن أن يخالف النقل، وإذا وجدت عقل مخالف النقل فهذا لا شك في بطلان هذا العقل. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل. ما يمكن أن يأتي عاقل وخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا حكمنا عليه بالجنون. إذن ذهب كل إله بما خلق. الآن ما ترى في ملوك الدنيا أن كل ملك يريد أن يسيطر على الملك الآخر، إن استطاع أن يسيطر فالغالب هو الملك، وإن لم يستطع فلا يصلح أن يكون هذا الملك ولا هذا يكون ملك. ذهب كل إله بما خلق، هذا الانتظام البديع في الكون يدل أن من عالم خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم. ولا على بعضهم على بعض. نعم. سبحان الله، تنزيه الله عن الشرك، عن المسبة التي يأتي بها أهل الكفر. نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم ما يجب في حقه من الأسماء والصفات، ولهذا كان أشرف ما في القرآن هذا الباب، باب الأسماء والصفات. إن الله يعلم ما يجب في حقه وأنتم لا تعلمون. نعم. هذه الآية فيها المحرمات الخمس، وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها كل الشرائع. قل إنما حرم ربي الفواحش، فواحش إما فواحش ظاهرة أو فواحش باطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن، والإثم والبغي بغير الحق. هل يوجد بغي بحق؟ هل يوجد بغي بحق؟ هذا يسميه العلماء صفة كاشفة تكشف لك البغي أنه بغير حق. وسيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الرسالة في الآداب والأخلاق، يقول والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق. أراد أن يبين أن هذه الصفة كاشفة. الثاني وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هل يوجد شرك؟ لا. عن الصفة كاشفة تكشف لك البغي وتكشف لك أن الشرك ليس عليه دليل. الخامس أعظم المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بغير علم أعظم هذه المحرمات الخمس. وأعظم قول على الله القول على الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أمر خطير جدا. إذا الشاهد هنا في هذه الآية أن هذه الآية فيها المحرمات الخمس، بدأ بالأخف وانتهى بالأثقل، وأعظم المحرمات القول على الله بغير علم وبخاصة في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم ومعنى استوى على واستقر وارتفع وصعد. هذا المعنى نعرف المعنى ونؤمن الله كيفية جلالة عظمة، لكن هذه الكيفية لا نعلم واصل عنها بدعة. أراد المؤلف الآن من هنا ويأتي بأدلة كثيرة، أراد أراد أن يبين أي صفة من صفات الله. صفة العلو، العلو في الذات والعلو في الصفات. كل من كتب في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، وألف لا بد أن يذكر هذه الصفة، لا بد. بل الذهبي رحمه الله ألف كتابا في صفة العلو. لماذا؟ لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت كل الصفات. كيف؟ علو في الذات وعلو في الصفات. كل من انتسب، اسمع إلى هذه المسألة، كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت العلو لله سبحانه وتعالى في الصفات، صح خطأ مرة أخرى. كل من انتسب إلى الإسلام جهمية وكذا، قلنا أخرجهم من علماء من 72 والأشاعرة والماتريدية ومعتزلة وكذا، كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله العلو في الصفات، صح خطأ؟ نعم. جهمية وكذا كل الصفات يا رجل. تعال عندك يا ويهاب، هذا قول، هذا القاعدة الصحيحة، أن كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله العلو في الصفات. قل صح، في أحد يخالف؟ في أحد يوافق؟ سبحان الله. نعم توافق. كيف والجهمية أنكر كل الصفات؟ نحن نقول كل من انتسب الى الاسلام بحق اهل الاسلام. لا، كل من انتسب الى الاسلام انتسب. نعم هم انكروها. صح خطا؟ صح هم انكروها. صح انزين. صح اجلس فتح واحد. صح صح. كيف الجهميه كما قال الشيخ، الجهميه اعتقدوا علو الله في الصفات وقالوا ما يمكن أنا نثبت السفر، أثبتناها، مثلناها بخلقه، لذلك ننكر الصفة، لأن الأول اعتقدوا علو الله في الصفات. الممثلة قالوا ما يمكن أن يكون كمال إلا بهذا الخالق الكامل بالمخلوق النافذ سبحان الله، لاعتقاد علو الله سبحانه وتعالى في الصفات. إذا اتفقوا على القاعدة لكن اختلفوا في التطبيق، مفهوم؟ طيب. العلو في الذات تقدم معنا كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطر. كتاب تنوع أدلة الكتاب، وسوف يأتيك بغالب الأدلة ويشير إليها إشارة. الاستواء والعلو وصعود الأشياء ونزولها منه والفوقية، تنوع أدلة الكتاب إثبات العلو. ولا يكتفي بهذا، يأتي في أدلة السنة، يذكر السنة القولية والفعلية والتقريرية، بل السنة المتواترة في إثبات العلو لله. لماذا يركز العلماء على سنة العلو وخالف السنة التي ألفت في باب الأسماء والصفات؟ يذكر هذه الصفة لأنه بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى تثبت العلو في الذات والعلو في الصفات، وبهذا تثبت كل الصفات. قال دعين الاستواء، استواء معلوم والكيف مجهول من لا كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. الاستواء معلوم المعنى،
طيب كيف نرد على من قال استوى استوى مخالف لظاهر النص مع السلف وليس عليه دليل وأن هذا لا وجد في اللغة أصلا وقالوا كافر وكيف نأخذ الشريعة الكافر الخامس أنه لو كان استوى بمعنى استوى هذا معنى أن لله غالب السادس أنه لو يصح أن نقول استوى بمعنى استوى يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى استوى على البحار والأشجار والأنهار بهذا يزول الإشكال ولله الحمد الرحمن على العرش استوى استواء حقيقي لاختيار العرش لكن لابد يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة هذا يقول الشيخ الإسلام سيأتي بإذن الله لا يظن أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العرش أو إلى الكرسي أو إلى شيء من المخلوقات أو أن المخلوق يحب الخالق أبد فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه مفهوم مرة أخرى نقول أهل السنة والجماعة يثبتوا لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يليق بجلالة عظمته لا مات الاستواء المخلوقي ولكن نصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب مثل أن يظن أن المخلوقات تحب بالخالق أو أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى شيء من مخلوقاته مفهوم؟ نعم كل المخلوقات مفتقر إلى الله نعم قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم وفي سورة يونس إن رب قوله إن ربكم الله عليه الصلاة والسلام صلي عليه صلى الله عليه وسلم نعم وفي سورة يونس قوله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم هذا هو التزام بالمدد ما خلص عن المدد نعم وفي سورة يونس عليه السلام قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وفي سورة الرعد قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها إما أن ليس لها أعمدة كما نراها هذا هو الراجح القول الثاني أن لها أعمدة لكن لا نراها لكن الأول أرجح أن الله يمسك السماوات نعم وفي سورة طه قوله هو الرحمن على العرش استوى نعم وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش وفي نعم. سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلقكم الله نعم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم وقوله يا عيسى إني متوفيك الآن ينوع بين الأدلة استواء صعود الأشياء يا عيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفي الوفاة هنا ثلاث أقوال فيها تعيد عليه إن شاء الله وفاة حقيقية موت كيف؟ الواو لا يلزم منها الترتيب اسمع يقول هذا صمت الأحد والسبت يصح أن يقول هذا يصح لأن الواو لا تقتضي الترتيب إني متوفيك ورافع يعني يرفع ثم ينزل في آخر الزمن ويموت في هذه الأرض معلومة هذا لا إشكال طيب الثاني متوفيك يعني قابض وهذا لا إشكال قبض ثم رفع على السماء متوفيك وفى أي نوم الله يتوفى الأنفس حين نوم
ولا اشكال يصح. اذا كم قول عندك؟ بقي معنا قول انه مات او قتلوه وصلبوه. من يقول هذا كافر القران، لقد كفر الذين قالوا لا وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، مخالفه لنص القران. اذا عندنا اقوال اهل السنه في هذه الايه ثلاثه والله اعلم. الاول انه فاعل في قيل، لكن متى؟ بعد ان ينزل في اخر الزمن، وهذا معتقد كل مسلم ولا اشكال فيه اصلا. والواو نلزم منها التقطير، وفاء يعني نوم او وفاء قبر ولا اشكال. لماذا اورد المؤلف يا عيسى اني متوفي عليه الصلاه والسلام؟ على ما الدليل فيها؟ ما الشاهد تعني؟ اقرا الايه يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليك. اين الصفات هنا او الاسماء؟ الله يفتح عليك. هل في اثبات العلو لله سبحانه وتعالى؟ قلنا تنوعت ادله القران في اثبات العلو، دار ذكر العلو والفوقيه وصعود الاشياء ونزولها منه والاستواء، فتح الله عليه. طيب لماذا ينوع في الادله؟ اتى بالاستواء والفوقيه والعلو كذا، لماذا؟ الا يكفي دليل واحد؟ يكفي. ما يكفي، لانك تحارب اهل الباطل. هذا الاخ اللي بجانبه اخذ منك 10,000 ليره تركي، قلت اعطني حقي، والله ما عندي شيء، ما لك عندي شيء، قلت هذا ما تفهم انت نافذ وهو ما ممصوله وحلف لله. وجدت 20 شاهد، تأخذهم معك أو تكتفي بشاهدين؟ والله لو تستطيع أنك تأتي بالكرة الأرضية وتقيم الحجة عليه تقيم الحجة عليه، فما بالك في باب أسماء الصفات؟ نعم، اجمع كل الأدلة ورد على المخالف تقضي عليه، مفهوم يا أخي؟ ولهذا شيخ الإسلام هذه الأبواب أكثر من الأدلة، أين؟ في العلو وفي صفة الكلام. لم يكتفي صفة الكلام إثبات الكلام لله من الكتب كلام الله، أضاف أن القرآن كلام الله، مع أنه يكفيك على الأدلة، لكن حتى يقطع الحجة على المنازل. مفهوم يا أخي؟ نعم، عندنا سبحان الله عليك. طيب بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، الرفع نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نعم كذلك. يا هامان قلنا فرعون لم يتأول وقال العلو بمعنى كذا وكذا، لأن ما تقدم معنا عقيدة الأسماء والصفات لا يدخلها الناس، وكل ما اخبر به الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام عن ربهم فهذا حق، لكن لا بد ان يثبت من شرعنا. موسى عليه الصلاه والسلام اخبر فرعون ان الله سبحانه وتعالى في العلو، لم يتاول النصوص، وتاول بعض من يدعي الاسلام، من ينتسب للاسلام. نعم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. نعم، لم يتأول، أنكر. نعم، كافر، الله أكبر. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في. في هنا مكان على. والحروف يأتي بعضها مكان بعض. مثل ما قرأ علينا الشيخ سؤال الله خير. عينا يشرب منها، منها عين يشرب بها الباء هنا مكان منها. نعم صحيح،
أي نعم. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا غيرها أو هنا مكان و يعني وأشد، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يشك في عدد هؤلاء يعني ويزيدون. فكان قاب قوسين أو أدنى يعني وأدنى، فالحروف يأتي بعضها مكان بعض، الحرف يكون مشغول فيرسل آخر مفروض. نعم هذا في اللغة. في هنا مكان على، أو أن السماء بمعنى العلو، أنزل من السماء أي من العلو. نعم إذا في بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ارحموا من في الأرض أي على الأرض، فسيروا في الأرض أي داخل الأرض، لا على الأرض. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض، ماذا يدخل في الأرض؟ يدخل في الأرض بعض الديدان وكذا، بعض الحيوانات، بعض المخلوقات، ويدخل الأموات والكنوز. نعم. وما يخرج منها، يخرج منها والموت يبعثهم الله، منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وكذلك الرموز، وكذلك يدخل الماء ويخرج منها. نعم. وما ينزل من السماء، ينزل من السماء وما يعرج فيه الملائكة والأمر، وكذلك الأرواح تصعد وتنزل وتفتح وتغلق لها باب السماء. نعم. وهو ما واحد واحد يا شيخ. وما يعرض فيه، يعرض من السماء. أيوه. وما يعرض فيه، يعرض إليها مو فيها، يعرض إليها. إلى في هنا مكان إلى، هذا قول، أو تضمن فعل مناسب للحرف يعرض فيدخل فيها، مثل عينا يشرب فيروى بها، هذا أولى من أن تقول الحرف مكان حرف، هذا انفهم الحمد لله. نعم بعد هذا. وهو معكم، بعض الناس يخاف أنه إذا ذكر العلو أن يذكر المعين. شيخ الإسلام ذكر هنا العلو والمعين في الآيات من القرآن وفي الآيات من السنة كذلك، ثم عند بيان مجمل اعتقاد أهل السنة جمع، وسيأتي معنا بإذن الله ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعين. يثبتون لله سبحانه وتعالى معينة حقيقية تلقت عظمتنا تماثل معينة المخلوقين، ولكن لابد أن يوصانا الله سبحانه وتعالى بظن الكاذب، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. والمعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. عامة تشمل كل مخلوق، والخاصة إما أن تكون خاصة بشخص أو خاصة بوصف. خاصة بشخص، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معك. خاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثمرة الإيمان بالمعية قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. إثبات المعية، أهل السنة يثبتون المعية ومقتضاها نصر وتأييد وإحاطة وخدرة. فوق مرة أخرى، ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعية؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تلق ذرات عظمته، لا تماثل معية المخلوقين، ولكن نصان الله سبحانه وتعالى على الظلم الكاذب،
مثل أن يظن أنه حال في مخلوقات أو في الأماكن التي ينزل الله سبحانه وتعالى عنها. والمعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. الخاصة إما بشخص إنني معكم أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، وخاصة بوصف إن الله مع الذين اتقوا. ثمرة الإيمان بالمعية العامة توجب الخوف والمراقبة، وثمرة الإيمان بالمعية الخاصة أن تأتي بهذه الأمور التي تستوجب معية الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله معك لا تبالي لأحد في دين الله. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يقول هذه الآية يعني هو في الشرق يذكر أن هذه المعية تصلح معية خاصة بشخص وخاصة بوصف. كل من كان مع الله فلا يحزن. مفهوم؟ نعم. قال تعالى المعية نثبتها لله ونثبت مقتضاها نصر وتأييد وقدرة وإحاطة وعلم وغير ذلك. نعم. قال نعم. تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يخرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جمع الله بين العلو والمعية، لا بد أن نجمع الله سبحانه وتعالى يستمتع بشيء. نعم. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام كيفية الرد على هؤلاء.